وحشنا لحضراتكم. صباحكم بيضحك دايما. صباح الفل ليكم وصباح الفل لسهير. ازيك يا سوسو؟ يا صباح الفل والجمال عليك يا مفيدة وعلى كل مشاهدي الستات، ودايما كل الامنيات الحلوه من الستات لمشاهدي الستات على النهار. يومكم كله خير وبركه وفرحه وكل الحاجات الحلوه ان شاء الله. الحقيقه ان الخبر موجود معانا، انا مش عارفه اقول عليه خبر او حركة غير لائقة أو لائقة، لأن في حقيقة الأمر الخبر ده إن دل على شيء دل على إن الفتاة اللي عملت كده فتاة بتحاول إن هي تقول للناس أنا موجودة، أنا عندي موهبة، أنا عايزة أشتغل. الطريقة اللي عملتها بيها هي دي اللي فيها بعض القولان، ولكن مش ممكن هحطها من ضمن الناس اللي فقط بيسعوا للترند. باختصار شديد جدا احنا بنحكي على بنوتة اسمها مارينا. عندها 23 سنة. مارينا واضح ان هي موهوبة في السبيشال ايفكتس، اللي هي انها تعمل مكياج تقيل، تعمل حاجة حادثة، زومبي، مش عارفة ايه. فمارينا عشان تثبت ان ان انا عندي موهبة قررت ان هي تنزل الشارع بالمكياج اللي هي عملاه لنفسها، وابتدت تخض في الناس علشان الناس تصورها، عشان تعمل ترند، علشان الناس تشوف شغلها، عشان تتعرف، عشان تشتغل. هل ده صح؟ هل ده غلط؟ انا مش عارفه، مش هقدر اقول صح او غلط، يعني مش هقدر احكم عليه. مفيش ان احنا نقدر نحكم على حد، لكن انا شايفه انها بتصنع فرصه لنفسها. يعني احنا شفنا احمد عزمي لما قعد من الشغل، والناس دي يعني هم حياتهم والهوى اللي بيتنفسوه الشغل. كريم الحسيني نفس القصه. فاي حد ممكن يحس ان موهبته محدش شايفها بقاله سنين فيفكر في يعمل اي حاجه عشان يتشاف. طالما هي ما عملتش شيء خارج اللي هو مسيء او بذيء، او طالما في حدود الفن فاوكي. هي عملت المكياج بتاع علاء الدين وماشيه في الشارع. بصي، في بلا شك فيه ان مكياجها في الصوره الثانيه هي بنت موهوبه. يعني خلينا برضو نقول ان البنت دي موهوبه بشياكه، يعني عندها الحس، عندها بتاع شغلانه عالي. دي من الشخصيات الشاطره، فاهمه هي بتعمل ايه، مش بتعمل اي حاجه وخلاص. انا بس اعتراضي ان افرضي يا مارينا انت وانت نازله الشارع جيتي خضيتي حد حصل له حاجه، فانا مش عارفه احكم. هل من حقها ان يبقى عندها فرصه؟ 23 سنه من حقها انها تقول للناس يا جماعه المجال ده مش مجال فيه ناس كتير بيشتغلوا فيه، المجال ده احنا عندنا فيه شورتج رهيب في السينما وفي الاعمال الفنيه، رجاء لصناع السينما، صناع الدراما. مارينا موجودة، واضح ان هي بتحاول بقدر المستطاع تقول انا موجودة، وده الحاجة اللي احنا نقدر نعملها. اي حد هيشوفها هيفهم ان دي في قصة. طبعا، يعني هي ما روعتش حد وما اذتش حد، هي بتقول انا هنا بدليل ان في ناس وقفت وقعدت تفتح لايف معاها وتتصور معاها، وحقها انها وبقى ترند. هي كانت قصده تكون ترند ولا مش قصده، ولا هي عايزه تلفت النظر وتقول انا هنا شوفونا اكتشفونا احنا عندنا، احنا اصحاب موهبه، احنا محتاجين فرصه. دي كلها حاجات مشروعه جدا جدا، واضح انها موهوبه جدا وفرصه ان الناس تشوفها. ما هو انت ما انتش عارفه توصلي بطرق طبيعيه ان انت تعبري عن نفسك وعن موهبتك، فلازم هتدوري على ايه الطريق التاني، بس من غير ما اكون بذيء، من غير ما اكون خارج على الذوق والاخلاق. هي اي حد كان هيشوف انها فن. انا بس مشكلتي مختلف، بس عندها موهبه. موهوبه عندها فن لكن انا بس مشكلتي ان طب الحمد لله انها جت. انت عملتي ميك اب ونزلتي وحاولتي تتحكي مع الناس، مش هقول نرعب الناس، هنقول تتحكي مع الناس. وتقف واحد تاني غبي مثلا قرر ان هو يظهر موهبته بطريقه ممكن تاذي الناس. اللي انا عايزه اقوله باختصار ان مارينا وغيرها انا اؤمن بيه. مفيش حد موهوب هيفكر الا في افكار حلوه. ما هو تبليش تعرفي بقى. ما هو لكن في احلى بيبان. هقول لك بمعنى ايه؟ بمعنى مش هتجيله افكار
كويسه لو هو انا بقول مش احتياطي. على درجه بصي من انا ما الذكاء اعرفش بكره في ايه، والموهبه. لكن انا اقول ان البنت الموهوبه دي اللي فعلا تستحق مننا ان احنا نقول يا جماعه في بنت اسمها مارين عندها 23 سنه بتعمل وهي قسم افكتس ديكور في المعهد وسينما العالي للفنون افكتس، المسرحيه. دي مش من النادر ان احنا نلاقي حد زي كده صغيره في السن. واضح ان هي مطلعه اطلاع قوي على الشخصيات الصعبه الموجوده في السينمات العالميه، لان كل الشخصيات دي من السينمات العالميه. لكن انا لنفترض ان عملنا ترند بشكل مختلف، مارينا عملت مجموعه عملت فيلم صغير او فيديو صغير في الشخصيات دي كلها ورا بعض بتتكلم بشكل كوميدي بطريقه اعتقد انه كان برضو هينتشر. انا بس مشكلتي ايه؟ طيب مارينا اتبعت اسلوب ظريف، وات اف واحد تاني عنده موهبه انا معرفش قرر ان هو يتبع نفس الاسلوب ويعمل مصيبه بقى. ما هو انا عايزه اقول لك ان ما فيش حد عنده ذكاء وموهبه هيعمل الا هيعمل حاجه ما هو حلوه. لو هو عمل حاجه تانية الناس مش هتلتفت، عمره ما ما هو يعني الناس مش هتتعاطى ولا هتتواصل معاه. اكثر الشخصيات ذكاء في الدنيا هو الحرامي. ما هو عنده موهبة والنصب. السرقة. النصاب. لا اللي انا عنده أقوله موهبة النصب، والنصاب دايما ظريف. الفكرة في ايه؟ فكرة ان كل الناس فاكرين نفسهم ما بيأذوش حد. يعني انا متأكدة ان كل الناس اللي على التيك توك اللي بيطلعوا ياكلوا باسلوب مش ظريف هم مش شايفين نفسهم بيأذوا حاجة. احنا احرار، احنا بنعمل ده واحنا احرار. هم مش واخدين بالهم هو لا هي ان في مجتمع، المسألة ان ذوق. في ناس هم ما إن عندهمش تيست ده، هم ما عندهمش الذوق ده، ما عندهمش الخلفية ان ممكن ده. انت دلوقتي ما بتأذيش حالا، يعني انت ما بتقتلش حد، لكن انت بتبوظ الذوق العام. انت بتخلي ناس كتير يقولوا اشمعنى ده بقى معاه فلوس، طب ما انا اروح اعمل زيه. فتروح تتبنى مثلا هي وابنها يعملوا اكل وياكلوا بطريقه مش ظريفه، حد تاني يشوفهم الله اشمعنى دول كمان بتاع، فتروح تقول تقعد هي وبناتها يكلموا على التيك توك واللايف. انتوا فاهمين قصدي؟ اللي انا عايزه اقوله ان من حقنا، من حقهم ان احنا ندعم المواهب الصغيره لان دي شغلتنا. لكن الخطوره في ان لما المواهب دي تقرر انها تنزل علشان تجيب لفت النظر ليها، مره تخيب ومره تصيب، او مره تصيب وعشرين مره تخيب. بس هو ده اللي انا خايفه منه. هو على كل حال مش قصدي انتقد مارينا، لكن ولعت حاجه في دماغي، نورت حاجه في دماغي. هو احنا محتاجين فكره لفت الانتباه، هل هي حاجه صحيه ولا مش حاجه صحيه، دي نناقشها مع دكتور. من حقها ان يبقى ليها وجود، ومن حقها انها تشتغل، من حقها ان هي لكن ازاي؟ هي دي الطريقه. بس بالتوفيق مارينا مره تانيه لمن يهم الامر في صناعه السينما. فتاة موهوبة جدا في الإفكتس بتاعة السينما. أرجوكوا ألقوا نظرة على البروفايل بتاعها، لو عندك بروفايل يا مارينا نزليه على السوشيال ميديا، خلي الناس تخش تعرف إنك موهوبة أكتر من الترندات. طيب إحنا عندنا مارينا إيه؟ إن شاء الله أكيد يعني خلينا نجيبها. اللي أنت عملتيه ده هيعمل صدى ورد فعل، أنت صنعت فرصة وإن شاء الله هتلاقي مردودها وهتلاقي صداها بإذن الله. خلينا نجيبها مرة وهي عاملة ميك اب لإحدى الشخصيات اللي هي حباها، ونعمل معاها انترفيو بالطريقة دي، ندعمك أكتر. يعني في طرق لدعم أخرى غير إن إحنا ننزل نخض الناس في الشارع، مش نقد ولكن تحسبا للناس التانية اللي ممكن تقلدك. طيب النهارده عندنا شخصيه انا عمري ما قابلتها في حقيقة، مش مستغربه جدا ازاي في كل السنين دي ما حظتش بان انا اقابل هذه الشخصيه الفنيه اللي هتكون موجوده في الحلقه، غير طبعا هاله حافظ هتكون موجوده معانا. مش هنطول عليكم، خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا ونشوف مين اللي موجود معانا. التالي الفنانة فدرة في ضيافة الستات. انت عارف انت مشكلتك ايه يا دارير؟ انت محدود كده وفاهم الطموح غلط. الطموح مش بس عربيات وبلل وفلوس، ده شكل، والشكل سهل، انما المضمون ده مش سهل، مش أي حد يقدر عليه.
نجمة معجونة بالفن لم تترك مجالاً يستدعي ذوقاً رفيعاً إلا وكانت لها بصمة فيه، عرفها الجمهور ممثلة، لكنها خلف الكاميرات برعت في عدة مهن منها كاتبة ومصممة أزياء، فوقفت بموهبتها أمام كبار النجوم في السينما والتلفزيون وصنعت مشوارها الخاص. إنها الفنانة فدرة. درست فدرة الطب وأرادت أن تتخصص في جراحة العظام، لكنها اتجهت إلى الفن. أطلق عليها المخرج الكبير داود عبد السيد اسم فرح، وكان أول عمل فني لها أمام الفنان الكبير أحمد زكي. غابت عن التمثيل بعض السنوات، فدرست خلالها التصميم في نيويورك، وكانت مصممة أزياء في فيلم البطل للفنان أحمد زكي. شاركت فدرة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون، من بينها أرض الخوف وعفاريت السيالة ومكتوب عليا وإيجار قديم والعميل صفرة وغيرها من الأعمال. ومع كل عمل فني ينتظر الجمهور ظهور فدرة المميز. قلت لكم قبل كده وقبل ما نخش ونلتقي بنجمتنا ان النجمه الموجوده معانا حاله خاصه. انا مستغربه جدا ان في سنين عملي في مجال الاعلامي انا لم التقي بيها، ما وقفتش اتكلمت حتى معاها، لكن في حقيقه الامر هي من الوزن الثقيل في الفنانات، رغم ان ادوارها انا اعتقد ان هي بمزاجها، يعني هي لو حابه ان هي كانت تشتغل اكتر من كده كانت اشتغلت اكتر من كده. هي معرفش ليه بس هنعرف، موجودة ومش موجودة، حابة تظهر وقت ما بتظهر وبتختفي وقت ما بتختفي، لكن الحقيقة اللي مش ممكن حد يقدر ان هو يتهاون او ينساها ان اول ظهور ليها كان بطولة مع نجم النجوم احمد زكي ومع مخرج الروائع داود عبد السيد. احنا حقيقي حقيقي مبسوطين ان احنا بنلتقي بيها وحابين ان احنا نتعرف عليها أكتر، مين هي وليه هي بتيجي وبتروح كده. فدرة الممثلة المتميزة والنجمة المتميزة موجودة معنا ومنورانا في الستات. أهلا وسهلا بك يا فدرة. أنتوا اللي منورين والله، نورتينا وشرفتينا. عاملين إيه؟ بنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين ومنورانا. يعني الاسم اللي اختاره الرائع داود عبد السيد فرح هو يليق عليها برضو، هي كده بتعمل حالة من الفرح، وأكيد البطولة والعمل كله كان شد الناس بشكل مختلف، اسلوب مختلف، شخصية مختلفة، لكن واضح ان يعني اللي هو نجمة، انت واضح ان انت بتحب الفن، مش عايزة تبقي نجمة، يعني ما اشتغلتيش على كده، انت بتحبي ان انت تكوني مستمتعة وخلاص. الحقيقة ده حقيقة، انا كده طول عمري من وانا صغيرة لو مش حابة الحاجة بتلاقيني متضايقه، انا بعملها وانا متضايقه، حتى لو رايحه المدرسه متضايقه، مش عارف رايحه ايه متضايقه، اي حاجه مجبره عليها تلاقيني متضايقه. بس انا بحب الفن، انا بحب الفن جدا جدا جدا. والقدر الفن هنا تمثيل، الفن ما عشان بحب بقى الفن جدا جدا، بحب طبعا التمثيل، بحب مهنتي قوي قوي، بس الفن بشكل عام بكل فروعه، يعني نحت، رسم، تصوير، ديكور، أزياء، موسيقى، بحب، أنا غاوية وبحب جدا. طب أنا هموت وأعرف إنك تحكي لنا الحكاية بتاعت إزاي أول مرة تتقدمي للسينما كان في دور بطولة في فيلم غير طبيعي، أرض الخوف، أنا بموت فيه، وبالموسيقى التصويرية بكله كله، مع أحمد زكي. بنت مين يعني؟ بنت مين؟ بنت الدنيا، بنت الصدى. جات ازاي؟ انا كنت بعمل موديلنج. اوكي تمام. وبعدين كان في ليا غلاف، كنت عملت الوينتر كولكشن بتاعت نينا ريتشي في باريس، كنت على الكفر بتاعت الماجازين بتاعت ريتشي. فالمهم كان داود بيدور على البطله وشاف الكفر ده وما كانش عارف انا مين ولا انا منين ولا زنا عربية ولا مش عربية، وما كانش عارف عني حاجة. فجابوني، عرفوا يلاقوني وجابوني وقابلت، وكنتش مثلت قبل كده بس كنت عملت مودلين كتير. يعني انت طلعت في كليبات كمان مع مصطفى قمر، كان في سكة العاشقين وكاظم الساهر، استعجلت الرحيل.
وكنت بقى بسافر واروح واجي، ما كانش ليا مكان يعني مطرح ما الشغل او الموديلنج بياخدني كنت بروح. ف وصلوا لي وانا طبعا كنت اعرف مين داوود عبد السيد يعني طبعا اعرف مين. وبعدين قلت لهم انتم متاكدين؟ وقالوا لك ان البطوله مع احمد زكي؟ ما قالوليش حاجه خالص. انت هتعملي داوود عبد السيد؟ داوود عبد السيد المخرج عايز يقابل. قلت لهم مين؟ داوود عبد السيد شخصيا عايز يقابلني انا ليه؟ فقالوا لي بس تعالي. رحت وبعدين قعدنا انا وهو اتكلمنا كتير، وبعدين اداني مشهد قال لي روحي ذاكريه في البيت وتعالي بعد بكره. اوكي. فروحت انا ولا ما ادانيش سيناريو، انا هو اداني هذا المشهد. هذا المشهد مشهد صغير. بس. فروحت البيت ذاكرته ورجعت وعملت المشهد. كان وقتها المخرج المنفذ محمد مصطفى اللي احنا بنقول عليه طرزان. فعملته مع محمد مصطفى. وروحت كلموني قالوا لي تعالي امضي. عرفتي امتى انك مع احمد زكي؟ من القعده الاولانيه. اوكي. من اول قعده لما يوم ما اداني المشهد قال لي ده فيلم كذا كذا. وما كنتيش قابلتي احمد زكي لسه؟ لا كنت اعرفه كويس قوي. ليه بقى؟ ليه؟ لان اعرف احمد وانا عندي 17 سنه. منين بقى؟ لانه سامح الباجوري ايوه كان مساعد طارق العريان في الامبراطور. والأوزيز البدراوي كانت على صداقه باحمد زكي. لا بس انا عرفته من سامح. من سامح لما لانه كان مساعد في الامبراطور مع طارق العريان. وبعدين سامح كتب الباشا. اوكي. فانا كنت بروح معاه بتفرج. فعارفك من هنا. فانا اعرف احمد زكي من ان انا عروسه سامح الصغيره. اوكي. عارفه؟ كنت اتفرج في الكواليس، اتفرج على الديكور واتفرج على الملابس. يعني انت اتجوزتي سامح وانت 17 سنه؟ 18. 18 17 كنتوا مخطوبين. طب لما قابلتي احمد زكي بقى في البلاتو يعني قولي لي اول وهله وانتوا داخلين. وبعدين اشتغلت معاه ورا الكاميرا، ما انا عملت ازياء فيلم البطل وخدت عنه جايزه. فده كان قبل ارض الخوف. فانت داخله اوريدي مش مقلقه. اي نو احمد. I know him very well يعني. والكيمستري كانت حلوة واشتغلت. كنا صحاب جدا وهو كان صاحب سامح جدا و ما قالكيش ولا حاجة ولا جاب لي سيرة. يعني احنا بنصور البطل قاعدين كنا وانا ديزاينر ورا الكاميرا. هم لقوني في البطل. الناس بتوع الانتاج حسين القلة وقتها لقاني في البطل. طب وانت بقى بتمثلي مع احمد زكي احساسك ايه؟ كنت لا بصي اول يوم كان صعب. او المشاهد كانت عاملة ازاي؟ بالذات ان الفيلم انا قيل ان هو كان لابس الشخصية. يعني احمد زكي هو بيلبس الشخصية في كل حاجة. كان ماشي بيتحرك البطل. لا كان اصلا اول يوم تصوير لينا انا كنت قاعدة في الأوضة بعمل ميك اب وقاعدة كتير يعني عاملة عين وسايبة عين. وبعدين سمعته وهو داخل. عارفة الدنيا كده تحسي ان الدنيا بتتشقلب لما احمد زكي بيخش اللوكيشن، تحسي انه في غارة حصلت في المكان. وفي ليه انرجي ليه طاقه يعني وصوله بيعمل طاقه مختلفه في المكان. يعني كان بيتخاف من وقت التصوير ولا كان ايه الاحساس؟ هو كان عارف ان انا خايفه. فخبط وهو يعرفني كويس. فخبط على اوضتي ودخل قال لي خايفه؟ قلت له جدا. خلصت بس ميك اب وتعالي. بس خلصت ميك اب ورحت وكنت خايفه لحد ما قعدت قدامه. اول ما قال جو اول هو بي بي بياخدك بيشيلك بيرفع بيشيلك طاقته بتشيلك. واو. حلو حلو حلوه طاقته بتشيلك. طيب قبل ما ندخل ان انت نجمه وموجوده على اغلفه وبتيجي بطله مع احمد زكي وداود عبد السيد، نرجع ورا كده اللي هو في فلسطين وفي الاردن وفي الكويت وفي تركيا وفي امريكا وفي بريطانيا. لا مش جامعة الدول العربيه، لا ده امم متحده كلها دول عربيه وامم متحده. ايه القصه؟ هقول لك. مامتي فلسطينيه من الخليل. امها تركيه من اسطنبول. بابايا اردني قبائلي من العشائر الاردنيه. هو كان محامي في الكويت. فاتولدت في الكويت. اتولدت في عمان وبعدين ودي مامي. ورحت على الكويت. وانا صغيره ابويا هاجر وهو صغير مع مامتي. فدخلت المدارس في الكويت. وبعدين بابايا توفى
وانا عندي 4 سنين، فمامتي اتجوزت رجل كويتي فخلفت لي اخوات كويتيين. ما شاء الله. فانا عندي فهد اخويا كويتي ودلال اختي كويتيه وفاتن اختي الاردنيه من ابويا. احنا شقه، وبعدين فهد ودلال من مامتي. من مامتي. فهد اللي هو والد عبد الرحمن ابن انغام. يس. فانتوا يعني في تشابك. احنا في تشابك، يعني حتى لما بقعد مع اخويا اقول له يعني انت دلوقتي عندك عيال خالاتهم مصريات، عماتهم اردنيات، وعيالك في عندك امهم مصريه وعندك عيال امهم اردنيه. فاتس ا لوت اوف فان يعني اكشلي. مالتي ناشونال. انت كفيدرا، انت من الشخصيات اللي حابه كنت تسافري في اماكن كتير وتجربي حاجات كتير، ولا كنت بتدوري على حاجه؟ كنت بتدوري على نفسك، بتدوري على اثبات وجودك؟ انا بحب اسافر، وفي السفريات كنت بشوف حاجه جديده في نفسي. اصل انا دايما بشوف انه السفر واللغات بوابات على عالم جديد. طب والاستقرار فين؟ انا مستقره جدا، عندي بيتي وكل حاجه، بس بروح واجي بروح واجي بروح واجي. ما تعبتيش؟ ما بتتعبيش؟ لا، بتحبي تنطي في طياره وتاخدي بعضك بحب. وانت بتدرسي في الاردن كنت؟ عمري ما درست في الاردن. ما درستيش؟ درست في الكويت، هنا في الجامعه. درست في الكويت لحد خلصت الثانويه العامه. امال زميله الملكه رانيا كانت في الكويت؟ في الكويت. يعني هي درست معاكي؟ هي درست معايا في نفس المدرسه في الكويت لحد ما خلصنا ثانويه عامه. كلنا بقى شله الثانويه العامه دي كلها جت مصر. انا دخلت عين شمس وهم دخلوا اي يو سي. انا قعدت في عين شمس سنه ما استحملتش اللغه. كان في زمان اللغه عندي كانت اضعف بكتير، يعني كانوا الكوميونيكيشن بيني وبين الطلبه يضحك. ما كنتش عارفه تتعاملي معاهم، ما كنتش عارفه اتكلم. طب خلينا نرجعك للفتره اللي هي لحد الثالث ثانوي مع شخصيات كتير، منهم شخصيه الملكه رانيا. ايه اللي في شخصيتها انت بتشوفي ان هو اتغير؟ ايه اللي كان مميز وقتها؟ هي طول عمرها مميزه الحقيقه. هي جلاله الملكه يعني طول عمرها مميزه، يعني من الاذكياء جدا، طول عمرها متفوقه جدا جدا. طول عمرها شيك، يعني طول عمرها شيك من واحنا في المدرسه. شيز فيري اليجنت، هاديه، بتفكر طول الوقت، صوتها مش عالي. رزينه من وهي صغيره. يعني طباع الملكات موجود فيها. يعني لما بقت ملكه ما حدش فينا استغرب، ما حدش من الدفعه استغرب. ده الطبيعي على فكره. لوكس شيء، يعني هي كانت مؤهله لان ممكن هي ربنا تحصل على اللقب كده. ده ربنا خلقها بطباع واتيتيود والديمينر بتاع الملكات. ولسه على اتصال؟ لا طبعا. لا صعب الاتصال دلوقتي. يعني شفتها اخر مره من شهرين في حفل تخرج ابن اختي، لان هي شي كانت بتدي سبيتش في المدرسه يوم التخرج، فشفتها. دي كانت اخر مره اشوفها من شهرين. بس افتكرتك؟ بنفتكر بعض طبعا. احنا بصي احنا في شله مدرسه كده مع بعض من حضانه. اوكي. وكلنا كنا فلسطينيين اردنيين في الكويت سبحان الله. وكان معانا 5 زمايل مصريات ومصريين. فالشله دي الخمسه المصريين والعشر اردنيين فلسطينيين ما بنفترقش، وعندنا الواتساب جروبس بتاعتنا وبنتقابل لما بنسافر وبتاخدوا وتدوا مع بعض وبتتكلموا مع بعض. فلسطين، والدتك فلسطينيه. احكي لنا انت اخر مره رحتي امتى؟ بتشوفي الاحداث اللي بتحصل في فلسطين دلوقتي ازاي؟ بس انا في حاله حزن مستمره بسبب فلسطين. وطبعا دلوقتي دخلنا على لبنان. يعني انا امي من الخليل وامها من تركيا. جدها ابو امها كان حكمدار يافا. اوكي. وخالتها نريمان ومهيبه خرشد كانوا اسسوا، دي حاجه لو if you google it you'll find it، اسسوا في سنه 42 حاجه اسمها زهره الاقحوان في يافا. زهره الاقحوان دي جمعيه كانت لمحو الاميه
والتواصل بين الأديان والحاجات دي. هما very educated كانوا ladies. فأنتوا من يعني زي ما تقولوا إيه جوه الأرض. جوه الأرض. لما حصل 48 ظهرت الأقحوان تحول إلى تنظيم مسلح. فهتلاقي مثلا مهيبة ونريمان صورهم على جوجل بالآلي. أوكي. ونريمان اتخرجت من مصر من كلية طيران حربي 42 سنة 42. من هنا كانت خالات مامي. خالات مامتك. فهم السيدات أقوياء. وكانت مهيبة خرشد هي اللي لما حصل الاحتلال هي اللي كانت بتتحاور مع جولدا مير في حقوق المرأة الفلسطينية. عندي صورها وعندي يعني وكانت كانوا وقتها هي كانت من المقاومة العظيمة كانت بتحارب. وتجوزوا هما الاثنين نريمان ومهيبة اتجوزوا مصريين ياس يعني مهيبة خرشد اتجوزت راجل محترم جدا الله يرحمه كان من عائلة أباظة ونريمان كان برضو اتجوزت مصري. طب لما بتشوفي مصري دلوقتي أنا بدايق جدا أنا بدايق جدا. آخر مرة روحتي فلسطين؟ عمري ما روحت فلسطين ولا الخليل ولا عمري يعني ولا أنا عندي أرض في الخليل عندنا ورث في الخليل عمري ما روحتها لأني مش عايزة عمره يتختم على باسبوري أو يجيلي ورقة أو إن أنا أكون دخلت حاجة تحت مسمى إسرائيل. يعني بصي أنا من وأنا صغيرة عندي تربيت على إنه ده كيان محتل. طب تعالي نخرج شوية عن الفاميلي ونتكلم عنك أنت كشخصية. فكرة أنك أنت تبتدي في السينما من بطولة وبعدين تبتدي تنقنقي هنا دور وهنا دور, إيه اللي حصل في الأثناء دي؟ اللي بمنتهى حصل الأمانة هقولك أنا عملت أرض الخوف وبعدين عملت بعدها أنا وهشام سليم فيلم اسمه جرانيتا وبعدين عملت أنا وفاروق الفيشاوي فيلم اسمه حفار البحر وبعدين حسيت أن أنا اتسحبت فين بقى؟ من حياتي. هي اللي كان ايه بقى حياتك التمثيل اخدك يعني اتسحبت من حياتي. انا عندي حاجات كتير بعملها ما عادش عندي وقت. وبعدين هقول لكم بقى انا اكبر مشكله كانت بتواجهني ويعني مش بدعي انا حقيقي دي اكبر مشكله كانت بتواجهني ولا زالت بتواجهني ان انا معروفه. ما كنتش عايزه تبقي مشهوره وانا لاني كنت صغيره قوي لما ابتديت وبلا حسابات. الله داود عبد السيد, الله هشتغل مع مش عارف ايه, الله ذا اكسبيرينسز كانت غنيه قوي. فما كنتش اصلا مدخله في حساباتي ان انا هتعرف في الشوارع. طب ايه اللي ضايقك انك تبقي معروف في الشوارع؟ I'm very private. موديه يعني مش هسلمها على حد وبرايفت. لا انا بصي انا very انا كويسه جدا مع الناس. انا فاهمه بس انت كنت يوش my انك تمشي في حالك بيبقوا متضايقين لو انا ما كف في مكان دايما. عارفه كلنا عاملين كده عشان اصحابي برضو ما لهمش ذنب, اهلي ما لهمش ذنب, عارفه الناس ما لهاش ذنب. وانا very private فبقيت حريصه جدا. وانا اصلا مش شخص حريص. انا كنت طول عمري على سجيتي واروح واجي بسجيتي والبس اللي انا عايزاه واروح اعمل اللي. فجاه بقيت بفكر في كل حته بروحها انا رايحه فين. عامله كنترول مين هيشوفني إيه؟ فين مش هلبس ايه, رايحه بيت مين موجود, مين معاه موبايل هيصور مين. انا عمري ما كنت كده. فده اللي خلاكي خلاني بقى ايه ترجعي خطوه لورا, ارجع خطوه واشتغل مع الناس اللي انا بحبها بس او اللي انا مرتاحه معاها بس او الادوار اللي جات لي مثلا ما تترفضش بقى ما ينفعش تترفض. طب هل ده لانك انت سافر يعني ماديا انت مش محتاجه؟ واضح من الكلام ان انت ده اللي مديكي الباور. اوقات اتزنقت يعني اوقات يعني ما اعرفش من مش فاكره بس يعني اتزنقت. وايه شكل الزنقه؟ اتزنقتي كنت عايزه تعملي ايه وحسيتك مزنوقه؟ قولي عادي احنا بنتكلم عادي كلنا بنتزنق على فكره. لا مش قصدي يعني قصدي انه انا احتجتي فيه في مره ان يبقى معاكي فلوس. ايوه بس يعني قصدي انه انا نهار السيد عارفه بهنج اوقات لو عايز sometimes بيبقى عندك حاجات
جايه متاخر او حاجات عليكي فلوس وانت عليكي ديون وانت لازم تدفعي حاجه معينه، وبعدين فلوسك مثلا بره مش في مصر، فكان جت فتره التحويلات كانت في منتهى الصعوبه، كان في عارفه لخبطه كده. فحسيتي هنا وقتها انك ايوه بس ده مؤخرا، بس وقتها I was very lucky لانه جالي حاجه انا بحبها جدا. يعني وقت ما حسيت ان اوبس اي هاف ا بروبلم، ايه بقى؟ مملكه ابليس جات لي في الفتره دي، في الفتره اللي كل الدنيا فيها متشقلبه، ايام قبل كوفيد بشويه، وكان في مشاكل، عارفه احنا بعد الثوره برضو كان في الحوالات اللي بالدولار كان فيها مشاكل، والحاجات اللي بتخش مصر فيها مشاكل. ايوه بس اللي انا قصدت اقوله انك فيدرا، ان انت لو كنت بس استحملتي شويه بعد الثلاث افلام دول وصبرتي شويه في السينما وفي الفيلم، كنت هتبقي اقوى 100 مره من دلوقتي. ممكن، بس انا يور رايت طبعا 100% اكيد صحيح. انت سعيده؟ بس انا سو هابي. انت اخترتي، انا عاجبني فكره I'm happy. انا ما اقدرش، يعني عارفه لما ببص لزمايلي اللي عايشين في البلاتو 24 ساعه دول، صعب عليك، بقول انا ما اقدرش. انا بحب اعمل حاجات، احب يبقى عندي براح في الساعات. انا بالنسبه لي ان انا اصحى اروح تصوير ارجع البيت انام، دي where's my life. طب ايه في your life بتعملي لو سمحت لنا ان احنا نقتحم ونشوف؟ يعني انا بلعب رياضه كتير جدا، واضح مش انت عقدتي. بلعب رياضه وبحبها وهي بتوزنلي نفسيتي كمان. وبعدين عندي ساعات معينه في الصبح انا بصحى الفجر. الفجر علشان عينو ان انا مسكاس 10 الصبح وتصحى الفجر 10 بالليل، انام 10 ونص بالليل واصحى الفجر 10 ونص. ما بتغيرش الروتين؟ لا الا لو بصور فقط، الا لو بصور او مثلا فرح حد بحبه قوي، عيد ميلاد حد بحبه قوي، لكن غير كده 10 ونص 10 والتليفون بيتقفل، الرينجرز بتتقفل الساعة 9:30 وتصحي على الفجر واصحى الفجر. بتعملي ايه بقى؟ انا عارفة ان انا شكلي مس كاست في اللي انا هقوله لكم ده، لا خالص مش لايقة على اللي انا هقوله لكم اللي جاي. بتصلي وبتقري قرآن؟ بصلي طبيعي، مش بعمل الذكر بتاعي. انا عندي ذكر من الفجر لحد يعني من 5:30 لحد 9:30. طول عمرك بتعمليه ولا مؤخرا؟ 13 سنة اللي فات ورد ولا بتقري حاجات معينة؟ لا أنا لازم كل يوم الصبح أشغل البقرة وياسين والفرقان وفصلت والواقعة ومريم. إيه اللي حصل من 13 سنة خلاكي تبقي كده؟ حصل حاجة طبعا. أكيد حصل حاجة. أكيد كنت بصور، كنت أرت دايركتر في إعلان من زمان، ده اللي خلاني ابتديت أصلي من قبل ال 13 سنة دول. بقى كنت قاعدة بصور في إعلان، كان إعلان لشركة كبيرة، وكان البطل بتاعه جورج قرداحي، أوكي، وكان المخرج شريف صبري، وكنا بنصور في يوت على النيل، أوكي، بالنهار. وعارفة أنت بقى وقت ما بيجي البريك وناس جعانة، كان بقالنا كتير بنصور، فالناس بتاخد أكلها وبتقعد بقى بتاكل. أنا كان عندي شغل، فكنت قاعدة في الكابن جوه اليوت، وعارفة المقدمة بتاعت اليوت كده منها بقى للبحر للنيل للشجر، فشفت راجل عامل سايب الزيطه وسايب الاكل وسايب كل حاجه وفارد سجاده صلاه بيصلي منه للميه للشجر. فانا قلت هو ايه ده؟ فتأثرت، انا عايز اعمل زيه. ايه ده؟ انا عايز اعمل زيه. حسيت بسلام مرعب، وحسيت انه هو غيرنا، هو غيرنا احنا كلنا. ومن هنا فالجانب الروحاني ده غير ايه بقى في شخصيتك خلاكي محافظه 13 سنه على التفاصيل اللي انت بتعمليها من الفجر للصبح؟ لا ما هي حكت الاول اللي خلاها تصلي، اللي خلاني لكن صليت. ما خلاش اللي خلاكي تصحي في الفجر، ودي انسيدنت تاني. ما دي روحانيات بقى دي. لا في موقف تاني حصل خلاكي تتعمقي. انا كان طول عمري عندي مشكله في صحيان الفجر، اي هاف ا بروبلم، ما بعرفش اصحى الفجر، اصحى 7 اصحى 6 بس ما اعرفش اصحى في الضلمه. ايه اللي حصل؟ مره دي قصه غريبه جدا، كنت قاعده مع حد وانا عندي كلاب، اوكي، فالراجل ده قال لي انت عندك عكوسات عشان الكلاب، وانا الكلام ده بقى
لا يعني تخلف. لا ومش بس على الكلاب، ايه عكوسات وخزعبلات واعمال وحركات، وات ذا هيل ار يو توكينج اباوت؟ يعني انت بتكلم مع واحده ما ينفعش تقول لك الكلام ده اصلا. ثقافه ثانيه خالص. اه انا لو حد جه قال لي عمل وسحر مش هتقولي له لا، بقول له ار يو ستوبيد. بس هو يعني ضعيف، بس ومش okay. الثقافه بتاعتي ومش اتس نوت ماي كلتشر خالص بقى. انا ما حدش يجي يقول لي الكلام ده، بضايق جدا، بحس ان انا قاعده في مصطبه. اوكي okay. فالمهم وكان وقتها عندي مشكله صلاه الفجر. روحت البيت وقلت انا الراجل مش عايز اشوفه تاني. هيز اجنورنت، هيز مش جاهل وجاهل وقديم فنمنا نمت بدري كالعاده 12 لمدة أسبوع يا جماعة. كنت وقتها لسه ما نقلتش على أكتوبر، كنت ساكنة في المهندسين، كنت ساكنة دور أول. الدور الأول ده كل يوم الفجر كلاب الشارع اللي أنا بأكلها توها وتحت الشباك. كل يوم؟ كل يوم الفجر لمدة أسبوع. فلاقي الكلاب بتصحيني الفجر، فلاقي نفسي صحيت الفجر على مش ببالغ بيهوهو على الله اكبر. واو. فاقوم صاحيه اتوضى واصلي، فاقول لهم ثانك يو فور ويكينج مي اب كيدز. فبقت الكلاب اللي يقول لي بسببها عكوسات ومش عكوسات هي اللي بتصحيني. سبحان الله، هي اللي بتصحيني في ذات الليله، هم اللي بقوا صحوني اسبوع واختفوا، بطلوا يصحوني كانها بقت عاده. وبعد كده بتتطوري من نفسك انك تقري بقى في الفتره دي. صحيتي احط البقره واعمل القهوه وانا بسمع صوت البقره، واقعد اتوضى واصلي وانا اشرب القهوه، وبعدين اقعد بقى عندي عارفه السبحه اللي هي الالف دي الكبيره تتفرجي. اقعد بقى ثلاث ساعات دول بس. يعني ده جانب احنا ما نعرفوش عنك خالص. شكلي انا عارفه انا مش لا مش لايق على الموضوع ده. لا لا هو ممكن ان احنا في حاجتين يخلوه لايق جدا على الموضوع للناس اللي عايزه او اللي عندها حس ووعي وعندها انسانيه. انت السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت 21 كتبتي امم امثالكم عشان الكلاب. أي. وال في المهرجان آية الكرسي اللي انت لابساها طول الوقت. لو حد عنده انسانيه هيفهم ويشوف ان ده شيء طبيعي جدا. خلي بالكم احنا عندنا يعني انت تهجمت كتير بقى على امم امثالكم. عمل رد الفعل كان عندك ايه؟ نفس الرد الفعل اللي بيجيلي من بتاع السحر. عارفه الناس اللي بيقولوا لي ساحر، نفس رد الفعل. كم فظيع من الجهل، كم فظيع من الحاجات، يو نو. كنت متفاجئه جدا. انا بشوف ان جنب ان انت بتحبي الحيوانات وبتدافعي عنها، انا بحس ان فكره ان بقيتي الفجر بتصحي وبتقري وبتسبحي عمل في شخصيتك نقله، بقيتي اكثر هدوءا، متصالحه مع نفسك قوي، زي ما تقولي راضيه. الحمد لله. صح ولا غلط؟ الحمد لله. وانت حاسه بالفرق ده في شخصيتك؟ اهدى. طبعا. وبقى اظن انه ربنا من افضله علينا الفظيعه انه هو اللي بيغيرنا. صح. وهو اللي بيعلمنا. يعني هو المعلم الاكبر. طبعا. You know؟ فهو لما يفتح عينيكي على الحاجات دي ويبتدي يربيكي من اول وجديد، انت بتغيري غصب عنك. يعني بيحصل عندك حاجات، اولا بتحسي بمسؤوليه فظيعه تجاه ربنا. تحسي انك طالما فوقتني انا ما ينفعش اتفضل عليك شيء معين، فبقى في مسؤوليه وطبعا احساسك انا ما اعرفش بقى الناس، اتكلم عن نفسي، احساسي ان انا مغلفه بامان كده. هل انت قريتي حاجات في الصوفيه؟ قريتي يعني؟ طبعا كتير. يعني اصل ده مش ناتج بس الاحداث دي، لازم ناتج اثقاليته القرايه الكتير. ايوه انا 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 كنت مهتمه، ما كنتش عارف ان اسمها صوفيه اصلا. انا كنت مش فاهمه دي ايه والله. ما اعرفش، بس انا كنت بسمع نفسي وانا طالعه السلالم ونازله السلالم بقول اسماء الله الحسنى وانا طالعه وانا نازله، فبقول هو ايه اللي بيحصل في حياتي ده؟ هو ايه اللي بيحصل في حياتي؟ What's happening to my life؟ بالظبط.
وبعدين وانا قاعده بشتغل في يوم على اللابتوب كان في التلفزيون بقى بروي في الباك جراوند كده، كان فيها حاجه فيها اسماء الله الحسنى وانشاد وكده، فرفعت راسي قلت ده شبه اللي انا بعمله قوي، وانت مش واخده بالك مش عارفه ده ايه. فكتبت ستاتس يا جماعه حد عارف دي ايه واتس ذس، فناس بعتوا لي على الانبوكس قالوا لي ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. قلت لهم كده والله في حاجه كده؟ قالوا لي اه. بس انا برضو من الناس اللي بحب اتعبد وحدي. مش ما تشاركيش يعني، انت مش عايزه تتمنظري وتقولي انا بعمل كذا. لا هو بينك وبين ربنا اعمل الحاجات دي وحدي، وبحس الناس بتشوشر عليا اصلا، يعني الناس شوشره. يعني ما حضرتيش دروس؟ ما لا 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 ما كله كله ابتزت. ما بحضرش دروس بس عندي معلم، عندي استاذ بتكلم معاه في الفقه، وبتكلم معاه في الوجود، وبتكلم شخص معروف ولا شخص مش معروف؟ لا شخص معروف، شخص معروف. شخص معروف وثقه؟ اصل بقى فيه لا شخص معروف وثقه. لان دكتور علي بابا لا ده فضيله الامام، ده كان مفتي الديار المصريه. لا لا علي بابا كبار العلماء يعني. طبعا فانا بحب العلماء. لا وهو مش اي عالم، لا ده راجل جليل، ده عالم عالم مخطوط وتوصيله وافضله علينا كانسان جدا. انا جيت مره سالته كده زي انا عايزه اواظب على الصلاه، قال لي نفس كان ساعتها في السي بي سي، قال لي ازاي اواظب على الصلاه. لا 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 ده راجل، ده اللي تاخدي منه كلمه. وعمره ما تاخر على الناس في خدمه، وعمره ما تاخر على الناس في حاجه. بما انك وصلتي للمرحله دي، لو انت بتقيمي حياتك والسفر ودور ومروح وجواز وجواز تاني والطلاق، ايه الغلطه اللي ممكن تقولي انا اعترف دي ما كانش ليها لازمه؟ حياتي مليانه غلطات. تمام. أكيد أكيد الحاجه اللي تقدري تقوليها ان انا اتجوزت. مين فيهم؟ فكره الجواز نفسها. مين فيهم؟ حد معين ولا فكره الجواز؟ لا انت بتتكلمي على شخصيه معينه. مين فيهم؟ انت الجواز، انت ست بتحبي الجواز. انا مؤمنه بالمؤسسه دي جدا. بالزبط. ومؤمنه بقدسيتها قوي. لكن الغلطه بتاعت انك قلتي انك اتجوزت، مين فيهم؟ واحد فيهم. مين فيهم؟ واحد فيهم. مش لان هو وحش ولا الجواز دي ما كانتش مناسبه، دي كانت اكبر غلطه انا غلطتها. هادي باجوري. يس. طيب انت هو انسان كويس. طبعا محترم وخير وديسنت وبجد والله انا مش بس ما كانش ينفع ليكي. مش بقول كده علشان اطبطب على اللي انا قلته قبل كده. لا اتجوزتي سامح بس ما كانش ينفعك انت. لا خالص، لان انت اتجوزتي سامح. اتجوزتي سامح وانت صغيره، وكان كنت جيران ساكن قصادي وبحبه، والعلاقه استمرت مده طويله. واتطلقت ورجعت تاني. وبعدين طلقنا تاني. وبعدين طلقت تاني. وبعدين بعد ما مات انت اتجوزتي هادي. ده حقيقي. حبا في مامته يعني حماتك؟ هو لا شك ان انا كنت مرتبطه بحماتي بشكل جداً. كلي واضح. وهي كانت تحبني غالبا اكتر من ولادها. انا اعتقد كده. اي ثينك سو. ازاي احكي لنا عن الست دي، ما حدش ولا مره اتكلم عنها. هي عظيمه يعني شخصيه الست اللي تختار نفس البنوته لولادها الاثنين. ده حب. كانتش عايزاني اطلع من العيله اصلا. يعني ده حب لشخص معين. انا البنت دي ما تطلعش من عيلتي. هي كانت امي الثانيه حقيقي، لدرجه ان امي حبيبتي الله يرحمها كانت تقولي انت بتحبي جميل اكتر مني. وانت كنت بتحبي جميل اكتر مني؟ لا، هي مامي شخصيه مختلفه عن جميله خالص. جميلة ادتني اللي مش موجودة عند مامتي. اللي هو ماما كانت مشغولة، شي واز بتسافر برضو زي كتير كده. شي هاد لوت اوف ورك. جميلة كانت سيدة ام ست بيت، فكانت على طول موجودة، فتخشي البيت شيز ان ماي لايف. فتخشي بيت تشمي ريحة الحنان والدفء. علمتني اطبخ. الاكل. علمتني حاجات كتير. علمتني كان عندها حكم وكان عندها وزدم، وفكرة انها ست بدي. لا دي كانت مثقفة جدا. طبعا بس كان جدا بيت الدافي. لكن هي كانت اختارت تكون ام. هي كانت عارفة كويس قوي ان سامح الباجوري هو حب عمرك مش فادي. طبعا.
ومع هادي سوري مش هادي صح؟ اه طبعا. ومع ذلك وافقت انك تتجوزي ليه؟ عشان اولا هي بتحب ابنها وبتحبني. انت هتقدمي ايه؟ كانت هي محتاجه منك ايه لهادي؟ او مش عايزاكي تخرجي خارج العيله. هي واحنا دايما وانا قاعده معاها كانت تقول لي انا لما هموت انت اللي هتبقي مكاني، انت اللي هتلمي العيله. اوكي. كانت تقول لي كده. فانت قررتي تمسكي زمام الامور وتلمي العيله بقدر المستطاع بالطريقه اللي فشلت تعرفي. طبعا. بس بالطريقه اللي انت عرفتيها. لا مش فشلت. بس هي كانت شايفه ده وانا كنت بحبها قوي قوي يعني. وبحب زيزي البدراوي كنت قوي طبعا جدا يعني. اه خالتهم ومامتهم برضو دي كانت ست بلسم يعني تتحط على الجرح يطيب. اه بس انت عملتي حاجه ممكن ناس كتير جدا انتقدوك فيها، ولكن انا دلوقتي قدرت افهم انت عملتي ده ليه. انت قررتي انك انت تقدمي اللي تقدري عليه في عشان تفضلي متمسكه بالعيله، او تفضل العيله دي واحده في العيله دي عشان تجمعي العيله. وانا بحب العيله دي لحد اليوم، بحب الناس دي قوي. حتى لو اضطريتي انك مع احترام هادي يجنن وكل حاجه. والله جميل جدا. بس انت ما حبيتيش. بس انت ما حبيتيهوش، انت اتجوزتيه عشان خاطر العيله. لا لا حبيته بشكل ما يعني اكيد يعني. شخصيه زيك ايه عارفه كويس قوي هي عايزه ايه ومش عايزه ايه قوي. اه بس برضو ما يعني اكيد مش هتتجوزيه من غير حب. بتكتشفي عارفه اللي يقول لك ريتروسبكت، اي نو، النظر الى الخلف دايما از 2020. طب دايماً. ليه هي ما كانش ينفع؟ ليه هي غلطه؟ ليه انت قلتيها ان دي الغلطه؟ لانه ما كانش ينفع. احنا علاقتنا كانت عظيمه. ما قدمتلوش اللي هو محتاجه؟ علاقتنا كانت قبل عظيمه ما تتجوز. قبل ما نتجوز. ايوه دي نقطه مهمه برضه. اوكي والحقيقه انها الجواز لم يضيف للعلاقه دي شيء، ولم يضيف لحياتنا شيء، ولم يضيف لانسانيتنا شيء. فضلتوا اصدقاء ولا خسرتوا الصداقه؟ لا احنا يعني ديسنت مع بعض، لما بنشوف بعض نسلم على بعض بس. فقط خلي بالك اخويا بيشتغل مع هادي كتير كمان. يعني مثلا فهد وهادي قريبين جدا وبيشتغلوا مع بعض وبيحبوا بعض جدا. بس كنت تفضلي ان نفضل اصدقاء؟ نفضل اخوات، ريليشن شيب، اصحاب. آه زي ما كنا. اه زي ما كنا. كان ده كان افضل سيناريو فيهم. طب علاقتك بدينا كان في فتره متوتره. والنبي دينا دي جميله وطيبه. ايوه بعد كده صالحته. انا بقى اللي عاجبني فيكم، برافو عليكم. اكتشفتوا ايه بقى بعد ما هي صالحته. متسرعه. هي ست ماشيه بدماغها كده ومتسرعه بس انتوا الاثنين اطيب من بعض. هي ممكن حتى تبقى اطيب مني والله. يعني بجد والله العظيم انا يعني انا اللي عجبني ان هي عفويه لدرجه انها بتقول كلام اوقات ما بتحسبش حسابه. بعد ما قربتوا من ممكن بعض. ممكن يبقى نوع من الطيبه. اه بعد ما قربتوا من بعض اكتشفتوا ايه يجمعكم؟ ان كان في حوار قاعده. هي انا بحب الستات الاقوياء ودينا قويه جدا جدا الحقيقه، ومهما عملت فيها الحياه دينا واقفه اللهم صل على النبي يعني على رجليها. طب القصه تحولت ازاي لصداقه؟ يعني انتوا الاثنين كنا بنصور. كنتوا دراير والله؟ كنا بنصور. كانت هي جايه ضيفه في فيلم اسمه العميل صفر. كنا انا واكرم حسني وهو اكرم وعبير الجرحي مديره اعماله كانوا على درايه بالخلاف اللي بينك وبين المفتعل دينا. يعني المفتعل اللي بيني وبين دينا. فهم كانوا قلقانين من اليوم اللي هي هتيجي تصور فيه. اي ثينك كان عندهم اوبا في نار حرب. مش هم مش انا اصلا ما فيش مني قلق اساسا. انا عمري ما هتضايق حد يو نو. ف وكان مشهد فينا كل الممثلين وفي الاكستراز مشهد كبير. فانا قاعده كده ولقيت اكرم ولا والله دينا هي اللي جت بتقول لي انا مش عايزاكي تبقي زعلانه مني. اه ما دي دينا. قلت لها والله ما زعلانه ام نوت. وبعدين فجاه ابتدينا نرغي جدا، واقفين على جنب كده بنرغي، فالناس كلها قاعده بصلنا من بعيد كده عارفه مش مصدقين. هما كانوا فاكرين اليوم ده هيبقى فيه بركان ولا حاجه. وبعدين اكرم يطل علينا انتوا كويسين؟ اقول له احنا كويسين جدا. وقعدنا نهزر وبقينا بقى we're fine you were completely fine. وبقيتوا تتكلموا مع بعض والحياه عادي وعدت الازمه. طب ايه الحاجات اللي كانت غلط هي فاهماها غلط او انت فاهمه غلط وتصححت لبعض، ولا هو الوقت؟ لا هو كان في طبعا حاجات هي فاهماها غلط تماما تماما.
يعني والجمهور كان بتتابعيها فاهمه غلط، لان انا ما كنتش بتكلم اللي هو ايه بقى، كانت فاهمه ايه يعني غلط. انا وسامح اتطلقنا، اتجوزنا مرتين واتطلقنا مرتين. فالتاني مره لما اتطلقنا سامح اتجوز دينا بعد طلقنا التاني بالثلاث سنين. يعني ما اتجوزهاش وهو معاكي خالص. وانا وهي لم نطلاق، ما كانش فيه هاو دو سي ما فيش طلاق، ما فيش لما طلاق خلاص. يعني لا هي عدت عليا في جوازتي ولا انا عديت عليها في جوازتها، يعني عارفه قصدي. امال اللينك جه منين؟ اللينك انه سامح كان ماي بيست فريند. فهي كانت بتغير. لا ما كانتش بتغير، هو بس كانت بتقلق. كان في ناس غالبا دخلوا في دماغها، دخلوا في دماغها حاجات انا ما اعرفش مين الناس دول. هي لطفا منها ما قالتش هم مين يعني. بس هو مش هو ده الحقيقه. وانا بقى أصلاً كنت متجوزه اصلا وقتها. وقتها كانت بتوصفك بالشريره. شريره. طبعا هي فهمت دلوقتي ان انا مش شريره خالص. وكان ليه وقالت لي والله العظيم انا عارفه، انا عارفه عرفت. طب انا عايزه اسالك سؤال في دراما، معلش، انت ليه ما خلفتيش من سامح؟ انا ما بخلفش من حد. ليه؟ مش عايزه عيال بجد؟ لا لا عمرك؟ يعني عمري. يعني ده قرار ولا بالصدفه؟ قراري من وانا. بصي ليه؟ طيب اي دونت ما اقدرش. ده انت معاكي كلاب، ده دول انا كنترول فريك يا مفيده، انا كنترول فريك. ما اقدرش يبقى عندي بني ادمين برايا كده ماشيين في الدنيا كده ما اعرفش عنهم حاجه. قلبي يقف لو حصل. لا يقف. الحمد لله. لان اختي عندها ما شاء الله ولدين، واخويا عنده ولاد. الولدين بتوع اختي كبروا، وعبد الرحمن ابن فهد برضو كبر. ممكن تجننيهم. ده بقول لهم العيال فين؟ they're big boys. يقولوا لي خارجين مع اصحابهم. اقول لهم لحد دلوقتي. لا ده الحمد لله لحد دلوقتي. وانا بقى انا هنا خاله وهنا عمه، فانا عندي احترامي في العيله بقى بين الولاد بقى، فاهمه؟ فاللي هو where the hell were you until now. واقول لاختي يعني ايه؟ تقول لي فادرا he's 21. بس عمرك ما افتقدتي يعني؟ بصراحه never. علشان انت مش هتقدري مش تقدر. وما عنديش ده، ما عنديش. انا مش عايزه عيال. انا عايزه برضه اللي عاجبني تحكم المسؤوليه، الاحساس ان انا اقدر اتحمل مسؤوليه ولاد. ملهاش لازمه ان انا بهدل الناس ولا عاطفيا ولا عمليا. ان انا مش قد ده ما خلفش يا ريت. ومش ندمانه جرام طبعا جنب اللي بتشوفيه من اللي طيب بيحصل. لا انت كده الحياه دلوقتي يعني. بلا رجل الحياه بدون رجل افضل أمانة يعني؟ كتير بصراحة. مش بقول كده مش لأنه الرجالة وحشة. لا لا سوري جايز، مش قصدي حاجة. أريح. هي أنت بقيتي متعودة على حياتك بطريقة معينة، ما ينفعش يدخل حد يشارك الالتريشنز بقى. أنا لسه واحدة صاحبتي امبارح كنت عندها في البيت، هي صاحبتي أكبر مني مثلا بس هي 15 سنة، وبنتها صاحبتي أصغر مني ب 20 سنة، فأنا في النص بينهم. فقاعدين احنا الثلاثه الاجيال الثلاثه كده قاعدين، فبيقولوا لي ايه بقى؟ قلت لهم dont think about it. قلت لها يعني ابقى قاعده في بيتي دلوقتي على كنبتي الاقي حد قاعد على الكنبه بجد؟ يعني طب صعب، استصعبت القصه مش قادره. قلت لها وبعدين اخش الدريسنج روم الاقي مثلا something that doesn't belong to me، حاجه بتاعته. طب وايه يعني؟ بريحته. ما انت بتحبيه. بحاجاته. اروح اخش الحمام الاقي مثلا فرشه سنانه. معلش هو انت ايام ما كنت متجوزه سامح حب عمرك في وجهه نظري؟ ما كنتش بشوف بقى الحاجات دي. عشان بتحبي؟ طب افرضي حبيتي؟ مستحيل. ليه؟ انا عارفاني بقى. انت عارفاكي؟ طب عرفينا بيكي. الحاجات دي اي بليف، الحاجات الكبيره الكبيره قوي اللي ذو معنى يعني بتحصل مره. فهي حصلت والمقارنه بيها غير وانا ربنا كرمني وحصلت لي خلاص. وانا مش هعمل كومبرومايزز لاي انسان ايا من يكون في حياتي دلوقتي. يا يجي يخدم على الحياه ويبقى جزء منها ما يبقاش حاجه شاذه فيها. يا ما لا انا الحمد لله I'm perfect. انت حاسه بالرضا وبالاكتفاء جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. I'm very happy. ما فيش حاجه تخوفك من بكره؟ لا ربنا موجود. اوكي خايف من بكره ليه؟ نو يعني خلاص
شخصيه فيدرا انا اللي في شخصيه فيدرا ممكن تتشقلب في لحظه. احنا نعرف ناس احوالها اتشقلبت في لحظه, في لحظة. دي حقيقه, دي حقيقه. يبقى عنده عياله وعيلته وفلوسه وفي جون, دي عبر في الحياه. انا عايشه اليوم بيوم, ما بغصبش نفسي على حاجه, ما بغصبش مشاكل مع اي حد. لا الحمد لله, الحمد لله مصفيتي كل الناس. يو ار نايس كومباني لاي حد عايز يور كومباني. وبحب احيانا كده امراه وحيده تساوي حياه افضل, فانتي في أنا الحياه من الافضل. طب خلينا نقول للشخصيه اللي انت نفسك تقدميها بتقولي انها اسيا, شخصيه المنتجه اسيا. ليه؟ لانها باينير, لانها في زمانها باينير, ولانها كانت عاشقه للسينما وقدمت, قدمت يعني ليها بصمه. صح. ليها بصمه مهمه جدا جدا جدا. طب سؤال اخير, هشام سليم صديقك, انت كتبتي بوست مؤثره جدا واحنا ذكرى يعني خلال يعني الفتره دي, ايه الصداقه دي اتولدت امتى؟ من وقت ما عملنا فيلم واحنا صغيرين كان اسمه جرانيتا, اللي هو بعد ارض الخوف. ارض الخوف ياه. من ساعتها وانتوا اصدقاء؟ اه, والحياه تودينا وتجيبنا وتجيبنا وتودينا, وبعدين عملنا بين عالمين. وبعدين بقينا اصحاب جدا. بقى بين عالمين بقينا اصحاب جدا. فتره المرض لما تعب انت ما سبتوش لحظه طول الوقت؟ هو انا مش لوحدي اللي ما سبتوش, احنا كنا ناس حواليه. بس انت مش مجبره انك كنت تبقي موجوده. محدش مجبر على فكره. الحب ده, بس هو الحب, الحب ده انك تحبي انسان, ده شيء طواعي طواعيه كده, سواء كان حتى اهل, ما مش كل الاهل برضو بيبقوا قاعدين. طب في لو قلت لك من هو هشام سليم اللي احنا ما نعرفوش؟ رقيق. كان مأثر غياب بناته؟ البنات كانوا موجودين. لا انه ما كانوش, كانوا مخاصمين ومن فتره تقريبا. لا لا ده كان قصه قديمه جدا. لكن عارفه الخناقات بين العيال وابهاتها واحنا وامهاتنا دي ده اقصى شيء في الموضوع يعني. لكن في قبل ما يطفوا كان كلهم ده حوالي, ده محدش كان بيسيبه. ده احنا كنا عاملين واتساب جروب, انا والعيله والصحاب يعني القريبين, كنا على الواتساب مين رايح الساعه كام, مين هيعمل ايه النهارده, مين اصحاب القريبين غيرك اللي كانوا موجودين وقت التعب؟ مدير التصوير زيتون, وكان طبعا اصحابه من المدرسه بقى هشام. حدث ولا حرج بقى, اصحابه من المدرسه واصحاب خالد اخوه, وطبعا خالد. انت قلتي الله يرحمه هشام كان رقيق جدا. بمعنى ايه يعني اللي هو ايه لما اوصف يعني رجل رقيق؟ لان قلبه كان رقيق, نضيف. كان شديد الحساسيه. واو, شديد الحساسيه. مش دايما الناس شايفينه كده بس كده, لا ستريكت وابن ناس ومتربي وباشا. هو ستريكت وابن ناس وباشا, كل ده حقيقي وصارم وحياته ديفايند جدا وكل حاجه. وفي لكن نفس كان الوقت انسان جدا, كان انسان لا مثيل له, وكان اب لا مثيل له. تفتكري اخر كلام قاله لك, اخر كلمات, اخر لقاء؟ طبعا. ايه لو حابه تحكي يعني؟ هو كنا بنحكي في كل حاجه انا وهشام. اخر مره شفتيه قبل ما يتوفى؟ يعني كنت موجوده لما توفى. يعني كنت ساعتها في المستشفى؟ كنا في البيت. كنا في البيت. كنا في البيت وكانوا الولاد موجودين وخالد ويسرى موجوده. قال لك ايه انت؟ قال لي محتاجه حاجه؟ بتهرج. حتى هو بيتوفى سال عليكي ان كنتي محتاجه حاجه؟ هو كان قلقان علينا كلنا. يعني انسانيته عاليه حتى في اللحظه الاخيره يعني. سالكم كلكم ان كنتوا محتاجين حاجه؟ كان قلقان علينا كلنا يعني. هو لما كان عيان مثلا, لما كان حد بيعيا يجيله برد. يطمن ويتقص واقول له انا كويسه, انا في البيت وكويسه, يبعت صحابي البيت ويصوروني. واو. يبعتوا له على الواتساب يقولوا له والله اهي. يعني اخر كلمه قالها لك ان كنتي محتاجه حاجه. ومعانا كلنا. بس معانا كلنا. اعتقد ان انا يعني الحوار ده بالسنين كلها اللي انا ما شفتكيش فيها, انا مبسوطه. You got briefed. You got briefed. I got briefed. You got briefed. والله انا مبسوطه جدا. انا مبسوطه بيك جدا. Thank you so much for coming. شخصيه اكتر من رائعه, مختلفه, متصالحه مع نفسها, مختلفه
وصادقه جدا ورائعه جدا، سعداء بيكي جدا يا زهير. ثانك يو سو ماتش والله، انتوا اضفت لنا جدا. اقول لكم انتوا قد ايه مضيافين هايلين، والحوار معاكم لطيف وسهل. لا حبيبتي، واحنا اتعلمنا منك حاجات النهارده اتمنى ان انا احافظ عليها برضه، حته ما بعد صلاه الفجر. بجد سعداء بوجودك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هالة حافظ والأبراج. انتي برج ايه؟ حوت. هنقول لها الحوت بعد الفاصل. ربنا يستر. التالي خبيرة الأبراج والفلك هالة حافظ. معادنا مع هالة حافظ ودخولنا للبرج، برج الميزان او للشمس لبرج الميزان. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ده تاثيره ايه على كل الابراج؟ وطبعا هنقول لكل ابراج الميزان كل سنه وانتم طيبين، عشان احنا داخلين على عيد ميلادكم. بس الاول نسلم على هالة ونقول لها ازيك يا هالة، اخبارك ايه؟ الحمد لله مفيده زي الفل. بنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين، وزي كل يوم اربع بعد الاربع اللي فات خليت بينا دكتوره هاله حافظ، ولانك خليتي بينا ففي عزرائيين محتاجين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. السفيره ايناس سيد مكاوي كل سنه وانتي طيبه، نبيها النعماني وميرفت جلال، اماني الشريف، هويده سماحه، الجميلات كلهم، كل برج العذراء كل سنه وانتم طيبين. وندخل بقى على الميزان. كل سنه وانتم طيبين طبعا زي ما سهير بتقول لكل الاسماء اللي هي قالتها. وتعالوا بقى قبل ما نبتدي نتكلم عن مولود الميزان، لازم نعرف مين البرج اللي بنتكلم عنه ومين هو مولود الميزان. طيب مولود الميزان اول سؤال بيطرح نفسه، هل مولود الميزان ده عاطفي ولا مولود الميزان ده واقعي وعملي، ولا بيحكم على الامور ازاي؟ هو طيب، هو طيب وعصبي. هقول لك بقى هو ايه. مولود الميزان عنده ازدواجيه غريبه لا يحملها الا مولود الميزان، يعني عنده كل حاجه وناقضها، يعني طيب وعصبي. شفتي انت قلتيها كده، انا بقول كده يعني بدون ما تكون عندك خبره في العلم. لا هو طيب وعصبي. هو هادي وعصبي. هو مسالم وعنيف. هو طيب يعني في شيء ونقيضه في كل حاجه. وهتلاقيهم الاثنين عنده بالملي، لان هو ميزان، يعني على قد طيبته على قد عصبيته، على قد عصبيته، صح. على قد طلعانه، على قد نزوله، على قد الخير اللي فيه، على قد برضه انتقاميته اللي فيه. يعني ما هوش وديع قوي وما هوش عنيف قوي، هو عنده يعني الوسط بالظبط. طب لما بيجي يدخل في علاقه بيعمل ايه؟ ما بيسيبش العنان لعقله ولا بيسيب قلبه يسيطر. يعني ايه؟ يعني انت دخلت في علاقه عقلك بيقول لك لا لا، المنطق بيقول ان العلاقه دي اخرتها فشل. طيب بس يفضل مكمل. بيفضل مكمل ليه؟ لانه قلبه بيقول حاجه، فهو عايز يعني علاقه. ما بيسمعش للعقل بيسمع للقلب. لا ولا بيفضل ماشي ورا قلبه لغايه لو قلبه ما قلبه قال لا. الكلمه لغايه ما يكتشف. انا بحبها قوي بس عقلي لا مش هيكمل. طب لو عقلك انت شايف علاقه فيها كل مقاييس العقل بس قلبك مش رايح لها، نافر منها كده، بس العقل بيقول دي كذا ودي كذا، عقلك رايح لها بس قلبك مش بيحن لها، برضه هيرفضها. هو عايز حاجه عقله وقلبه متفقين، ما بيغضبش حد فيهم، ولا بيغضب قلبه ولا بيغضب عقله. فانا هدخل الميزان ما بيدخلش غير في العلاقه اللي قلبه بيقول عليها وعقله راضي عنها الاثنين، مهما كلفته الوقت. عشان كده بيطول كتير في الارتباط. شوف شيل صبرك مهما كلفته، بينفصل. يعني يدخل في علاقه بيلاقي يا اما العقل بيقول لا، يعني عارفه اللي هو دايما رجل بره ورجل جوه، وده بيضيع عليه فرص كتير جدا من كتر ما انت يا ميزان متردد وحيران ودايما عندك في قراراتك رجل بره ورجل جوه، بتضيع منك فرص في حياتك كتير جدا. هو شخص حبوب جدا، حنين جدا، موضوعي جدا، وعايزه اقف عند حته موضوعي دي لان هو ميزان. فالميزان مش ظالم، البرج اللي مش ظالم ليه؟ عندك النهارده قضيه وسين وصاد مختلفين عليها، عايزه تدوري على حد يحكم. دوري في دايرتك مين ميزان وتعالى يا عم الحاج احكم بينا. عارفه لو اخته وامه في قصه وحد غريب وامه هي اللي ظالمه او اخته هي اللي ظالمه، لا هيروح مع الحق، ممكن ينصف الغريب على امه واخته لان ضميره الصاحي دايما، بس هيبلغها بدبلوماسيه ولباقه، مش هيزعل حد منه. يعني هو هياخد صف الحق بدون يخرج من القصه، مش مزعل حد خالص، مراضي اللي جه عليه واللي جه معاه. بس عايزة أقول بقى حاجة وغريبة في مولود الميزان، هو يحكم كويس جدا جدا بين الناس.
لكن لو الموضوع ما بينه هو كميزاني وحد تاني، لا بياخد صف نفسه، ما بيشوفش نفسه غلطان. يعني حكموا الميزان في اي قضيه ما بين اتنين غرب الا نفسه، الا نفسه. حطيني بقى انا كميزاني قضيه بيني وبينك، خليك منصف، خليك عادل، ده انت معروف بعدلك بين الناس. ينسى الموضوعيه والانصاف، كاثر مرايته، كاثر مرايته. خليني اقول ان الميزان من عيوبه الانانيه. احكم بينكم طالما الموضوع لا يمسني او مش مقرب مني، هبقى موضوعي جدا، موضوعي جدا وحكيم جدا. ومعظم القضاة والمستشارين ممكن يكون منهم، يعني الوظيفه اللي تنفع لمواليد الميزان قاضي او مستشار او لجنه تحكيم او حكم كوره، يعني حاجه تحكيميه. لكن ما تحطهوش هو موضع خلاف او نزاع، لانه بلايندلي هياخد عمياني، هياخد صف نفسه. فانت يا ميزان مش حقاني فيما يخص مواضيعك، انت لو في موضوع هتحكم لنفسك، ما بتشوفش نفسك غلطان. طب اناني طبعا هيزعلوا مني، بس يعني هي دي الحقيقه، بس دايما من صفات، يعني من صفاتهم الانانيه. الميزان لازم يبقى في حياته حاجتين، شغلتين، ستتين، قصتين. هو رجل الميزان، رجل الميزان عينه زايغه، 2 3 4 10 مش لازم 2. رجل الميزان من الابراج اللي عينها زايغه اللي ذكرناها قبل كده، ثالث واحد طبيعي كان الميزان. يعني هو الميزان بيحب الستات، بيحب الستات ليه؟ لان كوكبه الحاكم فينوس. فينوس هو كوكب الجمال، طبيعي كل طبيعي. بيروح ورا الجمال، ما كنتش اعرف. لا معروفين، يعني دي من معلومات انا بقول لك هو بيحب، انا ما كنتش عارف انه فينوس هي الطبيعي. اي ميزان يعشق الجمال. فالست الجميله تشد رجل الميزان، والست الميزان ست جميله على فكره. ست الميزان بتلاقيها دايما مهندمه وانيقه وجميله ومترتبه، ما تلاقيهاش مبهدله ومرمطه ومهرجله خالص، مش ست الميزان يعني. خلينا اقول لك بقى مين بقايا ميزانيه. هي حد دبلوماسي ولقب لبق، حتى لو حكمت لطرف من الطرفين هي دبلوماسيه ولبقه وموضوعيه وذكيه جدا 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 وانيقه وجميله وشيك. طبعا راجل وست كل دول في الميزان، لكن لن اتغافل تردده الدائم وحيرته اللي هو بيخليه يفكر كتير قوي. الموضوع بياخد منه كتير قوي عشان يضمن، ما بيحبش يندم وما بيحبش يبقى مقصر. الميزان كاره للندم، انه ياخد قرار ويرجع بعد كده يقول يا انا ليه عملت كده، وكاره ان حد يطلعه مقصر في دوره. ما تقعديش ميزاني قدامك تقول له انت قصرت في كذا وقصرت في كذا وقصرت في كذا، انت خسرتيه. وهو عشان ما بيحبش يظهر انه مقصر في دوره، بيحب يدي كل حاجة وقتها لغاية ما اللي قدامك يزق. يعني ما تنزليش تعملي تسوق مع حد ميزاني، هاي حضرتك ألبس دي ولا دي، لا ناخد دي، لا ناخد دي. بصي ما تنزليش تسوق أو حاجة فيها اختيارات مع ميزان، لأنه صعب عليه، إحساس صعب أنه يختار وحد يشيله عاتق اختيارك الخطأ. فطبعا دي من الحاجات. احنا طبعا ادينا فكرة عامة من هو مولود الميزان، بس خلينا اقول ان لو حطينا مميزاته وعيوبه هنلاقي حتى الميزان موجودة في دي. انت عندك ميزات قد عيوب، في ابراج تدخلي تلاقي ميزاتها كتيرة قوي وعيوبها قليلة، وفي ابراج تلاقي عيوبها كتيرة قوي وعندها ميزتين ثلاثة. الميزان عندك كم من العيوب بالتساوي، بالتساوي. يعني ميزان في كل حاجة، في طريقتك، في اسلوبك، في تفكيرك، في اختياراتك. ايه الميزان في كل حاجه ده؟ فهو فعلا ينطبق عليه، ليه نصيب من اسمه. بما يعني ان احنا داخلين الشمس دخلت برج الميزان، تاثير الشمس بقى على بقيه الابراج اللي زي حالتنا هناخدهم بالترتيب. الميزان عندنا ايه بقى؟ اول واحد الحمل، استراحه محال. اوبا، لا وانا عايزه اقول لك حاجه، الحمل يا جماعه احنا طبعا الحمل الشهر اللي فات كان مش وحش، يعني كان في منطقه الوسط. الشهر ده الحمل حذر مضاعف. ليه بقى؟ انت عندك ليه؟ معاكستين. هقول لك جايلهم منين بقى. جايلهم من الشمس اللي دخلت في الميزان في وشهم، بتعطل لهم حاجات كتير وبتحط لهم عراقيل في حاجات كتيره جدا. فلا انصح الحمل بالدخول في اي مشروع بيستهلك منك استثمارات، ما تدخلش في علاقه جديده، ما تمضيش عقود الشهر ده يا ميزان خالص. ده المريخ كمان، المريخ اللي هو طبعا الناس اللي فاهمه في الفلك قوي فاهمه، المريخ هو بيحكم الحمل عشان كده هو عصبي. فالمريخ كوكب الحرب والنار، ده معاكسك انت كمان، يعني كوكبك الحاكم معاكسك والشمس معاكسك، يعني تسكت خالص يا حمل، تسكت خالص. اي معافره او معانده او نطح في اللي قدامك انت خسران. لا لغايه الشهر كله، الشهر كله خصم، خصمه قوي جدا، خصم الحمل قوي جدا. لو عندك حاجه قانونيه، حاجه قضائيه، قصه طلاق، قصه انفصال، شراكه، اي شراكه خصمك اقوى منك او الطرف الثاني في حياتك اللي بيواجهك اقوى منك. فما تجادلش، ما تنهتش، ما تعافرش، ما تتعبش قلبك لانك
استريح استريح، خد الشهر نوم، استراحت ينفع ينام بجد، سافر يعني، اعمل حاجه مريحه، لان الحمل بصراحه مش عايزين نقول اكتر من كده عشان ما يتضايقوش، بس احنا جايين ننصح. شهر ضعيف جدا يا حمل. تاني واحد معانا ثور. انت يا ثور عندك شهر شغل، بس الشغل اللي انت هتشتغله جايب لك منافع وفوائد ومصلحه كويس، يعني عمل بس شغل مقابله شغل. شغل للي هيشتغل يعني. للي هيشتغل هو شهر العمل، هو شهر الشغل وشهر الصحه. يعني اي حد مولود ثور كان بيعاني من حاجه صحيه فايته، باهملها تجاهلها اثر فيها، هتقدر ترجع تاني. اي حد عنده يعني اللي كانت عنيه تعبانه من الصحه، يعني صحته كويسه صحه وشغل. لا ما انا عايزه اقول لك حاجه، يعني اعتني بصحتك قوي. بيت الصحه عندك فيه شويه حاجات سلبيه للي بيهمله، للي بيتجاهله، للي نسيه، اللي كان مثلا. فلنفترض ان انا حد مولود ثور عينيا بتوجعني، وجيت ما بحطش القطره اللي مكتوبه لي، ما بعملش حاجه، واحنا في الخريف وفي تراب، هتلاقي عينيك دي في أسوأ حالتها، وهي كانت اصلا بتوجعك، فهتلاقي حاجاتك طلعت من اول وجديد تاني. اعتني بصحتك قوي يا ثور، لكن عندك شغل في تطوير او تحسين او تغيير في شغلك. دول اللي بيشتغلوا عندهم مشاريع، اللي هيشتغل عليها ومش هيقعد مربع ايده، عندك مكاسب ماليه حلوه قوي، وعندك كسب قضائي في حاجه قضائيه تخص مواريث او مشاكل اللي هم بتوع النفقه، يبقى مكاسب للطور لكن ينتبه لصحته. والقضايا حلو عند الثور. طب يبقى ادي الحمل وادي الثور. الجوزاء رائع 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 جدا. الجوزاء جايه منين؟ حلوه قوي. الميزان، الشمس في الميزان، والميزان ده هوائي زيك زي الجوزاء، ومنزلك بيديلك استمتاع بوقتك، سفر، خطوبه، زواج، ارتباط، حب، رجوع علاقه، رد اعتبار. شهر قوي 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 يا جماعه للجوزاء. وان جوبيتر عنده والشمس في الميزان، يعني انت عندك شهر، يبقى الجوزائيين محظوظين جدا الشهر ده، وتعويضات كبيره وفي فلوس داخلالهم هم كمان. جوزاء عندك شغل هتشتغل عليه هيدخلك، فانت عندك كمان حاجه فيها فلوس حلوه، ويعني هتخفف من عليك اقساط وديون وحمل، يعني في اعباء هتتشال من على الجوزاء ماليه. طيب بعد كده السرطان، استراحه. أيوة. محال اوبا، انا لسه بقولها ايوه. انا لسه الرياكشن ما اتظبطش ليه يا ستي؟ فلقيت اللي هي بتقول استراحه المحارب. ليه؟ اول المريخ قاعد عندك لاخر السنه، بتخليكي عصبيه ومتوتره ومضغوطه. المريخ شكرا خلاص. فالمريخ بيقول لكم ايه يا سرطان؟ مش اي موقف نعلى فيه، وانتوا بتسوقوا نهدى في السواقه يا سرطانيين، واحنا بنستخدم الالات الحاده. ده المريخ عندك ممكن تخليك بتهمل، وفتلاقي فجأة مثلا انت سكينة مقصة حاجة، تحصل جروح او حاجة. انفعالاتك فوق المعتاد من المريخ. طب ده هو المريخ بس، ده احنا معانا كمان الشمس عاملة تربيع معاك، واحنا قلنا قبل كده تربيع يا سوير يعني خلافات. فالشمس في الميزان مربع السرطان، يعني الخمسة ستة اللي احنا منهم اللي حوالينا دول بيتنا والبيت وناس، والخمسة ستة اللي احنا منهم هنتخانق معاهم، جوزي، بنتي، جدتي، مراتي، حماتي، اخت جوزي، جاري الجنبي اللي انا شايفه ان السرطان يعمل استقاله ويدخل اهل الكهف لغايه 23/10، لغايه ما الشمس تدخل للعقرب يوم 23/10 ساعه العقرب. طبعا السرطان بيبقى 23/10 23/10 ل 23/11 ده عيد ميلاد العقارب، بيدعموا السرطان. فبالتالي احنا هنا عندك يا سرطان بنقول لك استراحه محارب، شهر ثقيل شويه، تصرفك محسوب، الكلمه اللي هتطلع منك محسوبه، رد فعلك لازم يكون مظبوط، ضبط الاعصاب للسرطان، ضبط الاعصاب يا سرطان. الاسد رائع زي ما قلت لك، جوزاء واكتر. الاسد رائع. انا هخلي، انت قلتي الرائع الاسد، ده اول رائع، ده رائع حقيقي. خلاص انا هعتبر نفسي الاسد الشهر والجوزاء ده حقيقي. الجوزاء يبقى احنا قلنا اول واحد رائع كان الجوزاء. الجوزاء اول، قلنا استراحه محارب للحمل والسرطان. والسرطان لا، انا تبريت من السرطان الشهر. ومعاكي الحمل، خديه في ايدك، ماليش دعوه الحمل بقى بروع وتمسكوا احرام. استراحه محارب احلى ابراج. قلنا الجوزاء، قلنا الثور شغله ويخلي باله من صحته في المنطقه ده، فمش قادر اقول حلو قوي زي اللي هقولهم، ومش قادر اقول متسفلت زي الحمل. احنا الاسد. الاسد حلو قوي. ليه حلو قوي؟ ليه بقى؟ لان الشمس داخله لك في منزلك الثالث. اولا اللي مش مخطوبين في فرص خطوبه وعروض حب، قصص الحب كلها متوجه بشكل راضي، في حاله من المخطوبين انسجام وتناغم وحب، فانتم متقاربين مع احبائكم يا اسد. رجوع للعلاقات اللي اتقطعت، لو انت يا اسد كان عندك علاقه في حياتك اتقطعت، ايا كان شكل العلاقه بقى، جار، صديق، زميل في الشغل، شدتوا مع بعض، خطيب وسبتوا بعض، في رجوع للمنفصلين عندك يا مولود الاسد. عندك شغل هيجيب لك فلوس، في حاجه هتشتغل عليها، وفي السوشيال ميديا
يعني اللي بيشتغلوا في اللي عنده مش عارفه تويتر ويوتيوب وفيسبوك والمنصات دي تيك توك في فلوس كتير جايه لان المنزل الثالث ده بيمثل السوشيال ميديا. فعندك علاقاتك حلوه وفي حاجات تخص حاجه الكترونيه يعني ممكن الاسود يشتروا لابتوب ممكن يشتروا عربيه ممكن يشتروا حاجه بتدور بالكهرباء او الكترونيه هيشتروا موبايل جديد سرطان سابقا للاسف يغير موبايله يصلح عربيته في حاجه فيها تنقل والسفر منتعش جدا السفر داخلي وخارجي هيسافر كتير قوي الاسد خلال الفتره الجايه. بعد كده العذراء انا فلوس العنوان الفلوس ليه لان البيت الثاني للعذراء هو مليان لا ما تعيطيش انا عايزه لا فلوس حلو ده بتقول لك جاي لك فلوس انا عايزه لا مكتسباتك الخاصه ما هو الميزان بالنسبه للعذراء المنزل الثاني هو منزل المكتسبات والارباح واموالك الخاصه والعقود والبيع جديدة. والشراء البيع إعلانات. والشراء ولو عندك حاجه مش عايزه تتباع ممكن تتباع والاعلانات تعليم مفيد عيد الاعلانات احنا قاعدين ايوه كل حاجه ابقى فيس اوف اي حاجه بصي بصي مفيده الارباح استثماراتك الخاصه ممكن تعملي استثمار معين مشاريع طبعا كل العذرائيين عندهم انتعاشه ماليه مشروع كان اتقفل ممكن تفتحيه من اول وجديد قطعه ارض مش عارفه تبيعيها عقارات موضوع العقارات منتعش جدا للعذرائيين اللي عنده اي عقار عايز يشتري قطعه ارض استثمار عقاري استثمار ارض يعني انواع الـ الاستثمارات والبيع والشراء وممكن زياده على الراتب ممكن اوفر تايم ممكن علاوه تاخدي كل اللي بيشتغل في شركات هياخدوا علاوات قصدك تقولي ان هو شهر هيجينا دخل زياده فده طبعا بس هو ده البيت المدعوم الوحيد فقط اه لا يعني صحه ولا لا لا يعني هو اكتر حاجه منوره عند العذرائيين فلوس بس لكن ممكن يحصل اختلاف عاطفي مع حد ممكن اختلاف وجهة نظر وعكة صحية ممكن لكن احنا انت عندك بيت الفلوس منور يعني انتعاشه ماديه للعذراء مكتسباتك بتزيد مكتسباتك ومدخراتك لكن بيت الحاجات لا مولود الميزان اللي كان الشهر اللي فات تعبان قوي 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 اخيرا يا ميزان خرجت ودخلت في الشمس عندك الشمس خرجت من العذراء اللي كانت تعبك قوي فانت زيك بالظبط زي الاسد والجوزاء تضاعف في الحظوظ حظوظ رائعه وهايله على كل بقى الاصعده مش فلوس بس مش زواج بس مش صحه بس لا كل حاجه هتتحل اللي كان عنده مشكله ماديه هتتحل اللي كان عنده مشكله مع حبيبه هتتحل اللي كان عنده قصه ورق السفر بتاعه مش عايز يمشي بيمشي يعني انت عندك الاصعده كلها يا ميزان بدخول الشمس عندك وفينوس منزلك الثاني بينعيش لك بيوت كتيره جدا فالميزان عنده انفراجه ملحوظه عندك بدايات جديده عندك عقود جديده وفي حاجه هتحقق لك انتشار شهره الناس هتعرفك فعندك انتشار عندك شهره عندك تالق فالميزان طبعا لا يحسد على يعني شهر يتحسد عليه مش لا يحسد لا من الشهور الحلوه جدا العقرب استراحه محارب ياخد جنب السرطان والحمل أوبا. ليه لان الميزان اللي قبله الميزان احنا قلنا قبل كده هو الميزان اللي كان تعبان لما شمس العذراء يبقى احنا معانا عقرب يبقى الشمس في الميزان صحتك عين وحسد بتخترقك بقوه العين والحسد والاسحار والحاجات اللي دي ممكن لو حد فكر يقرب من يعني العقرب موعود بالحسد مخترق بالحسد مع دخول الشمس للميزان جدا ومش حسد بس هي طاقتك ضعيفه يعني كده عدوى العقرب يعتبر اسوأ من السرطان ومن الحمل يعني هو الأصعب لو هنرتبهم الحمل ثم العقرب ثم السرطان أكتر واحد بتعاكس الشهر ده الحمل يا جماعة أنتوا مش متخيلين على الأقل عليهم إزاي حقيقي حقيقي وهم بدأوا من أول ما الشمس دخلت أنا بدأت الرسائل والاتصالات تعبانين ففعلا الحمل يتقل علي بقى صحيا كمان كل حاجة بجد الحمل داخل على شهر وجود المريخ والشمس في الموقعين ساكنين له في حتت بيقولوا له على فكره هو احنا اصلا الفتره دي احنا بنسميها ما بين الخسوف اللي حصل لما ما كنتش موجوده انا كنت خايفه اجي من الخسوف والكسوف اللي جاي يوم 2 اكتوبر فاحنا الفتره اسمها فتره ما بين بينيه ما بين الخسوف والكسوف دي فتره تصفيه حسابات واكتر حد هيصفي حسابات هو الحمل عارفه اللي هو المواضيع بتطلع لك من قديمه انت ده عدى
وعديت من تحت أعين الناس وما تشفتش. أنت التصرف ده، العلاقة دي دخلتها في الخفاء، العلاقة دي سرية، الفلوس دي خدتها بدون وجه حق، أنت أخطأت في حق ده، أنت خالفت تعليمات، يعني أنت خسرت الرادار، تصفيق كله حسابات قديمة للحمل. طب وللسرطان قلنا إيه أبرز الحاجات؟ خلافات مع الخمسة ستة اللي إحنا منهم، خناقات كتير، فقد سيطرة، يعني عصبية. طبعا طبعا، مريخ قاعد لك في الأول على الطالع، بتخليكي حتى انت في العادي لو بتتعاملي بهدوء تتخني مع نفسك، تقعي وانت لابسه الكعب. انت لو في العادي بتتعاملي في موقف معين معروفه مثلا انك يا سهير في الموقف العادي بتتخطي وبتتجاوزي، هتلاقي نفسك وبدون اراده منك طاقه المريخ مع الشمس، الغضب بقى والعنف، ولما هترجعي بعد كده هيجي لك احساس وانا ليه عملت كده، في لوم للنفس وعتاب، فانت لازم انت تتحك. احنا يعني السرطان مش هو طول شهر الميزان بس، في حاجه خارج عن طبيعتك، هو احنا جايين دلوقتي عشان نقول للسرطان عشان يستنى انه يتخانق؟ لا، انا بقول لك عشان انت لما تتحط في موقف يا سرطان افتكر. عد من واحد لعشر. افتكر. انا عن نفسي لما بتحط كبرجي وبلاقي عندي معاكسه اني هتخالف مع حد بعمل ايه؟ ما هو انا جوه المطبخ، فبقوم بغمض عيني وعدى من واحد لعشر لاني عارفه اني هروح اندم. انت لما بتبعتي بتقولي لي مثلا امسكي نفسك، مفيده انت اليومين دول امسكي نفسك، ما بقولكيش عشان اكئبك، لا لا لا، بقول لك عشان تبقي عارفه لما تدخلي في حوار مع حد. افتكر انا بعمل ده لنفسي. طيب العقرب، العقرب هو تاني واحد. طيب احنا قلنا انت يا عقرب محسود، طب ما نحصن نفسنا بادعيه الحسد. طب انت يا عقرب مناعتك واقعه او طاقتك كده، من اول مناعه ما نيجي واحنا بدايه شهر ان احنا عندنا معرضين لامراض، ما ناخد ادويه، ما نقوي مناعتنا، ما ننام كويس، ما نبطل تدخين، ما نبطل اكل كتير. يعني سلوكياتك الخاطئه عقرب اللي انت سهل ان احنا نتفادى المعاكسه بايه؟ بان احنا ناخد احتياطنا. فانت عارف صحتك مش احسن حاجه، قوي مناعتك واعمل سلوك صحي، طاقتك مخترقه من الحسد، عداوتك بتكتر. ايوه بس عشان الحسد يبقى طول الوقت قران واذكار وانتباه، ويبعد عن الاماكن اللي عارف ان اصحابها ممكن. وليه العداوات بتكتر؟ بصي بقى، العداوات بتكتر لان نفس المنزل 12 بتاع العداوات، بتاع المحاربه، بتاع السجن، بتاع القيود. يعني اي حد ممكن يكون في حاجه، ممكن هذا الشهر يدخل لا قدر الله، يعني لو انت عندك قضيه كبيره ومش محكوم فيها. في ناس كتير بتقول لك مثلا انا جوزي في السجن، انا مش عارفه ايه، هل عنده انفراجه الشهر ده؟ لا مش الشهر ده خالص، بالعكس ممكن موضوعك يتأزم. يعني لو هو عقرب ما عندوش انفراج الشهر ده في ناحيه السجن. ليه كمان يعني؟ طب يعمل ايه في دي؟ طب احنا كل حاجه بنلاقي لها حل، نعمل ايه في موضوع ان انت عداواتك بتكتر؟ تكتم على مواضيعك، تكتم على اسرارك، مش اي حد يجي نحكي انا عندي. يعني طول ما العقرب هيبقى قافل بقه الشهر ده ما حدش عارف يصطادك. يبقى يعني العقرب صمت علشان العداوات كتير، ما تخليش حد يمسك صمت العقرب بالظبط، وعلى قد ما يقدر. يعني احنا بنلاقي لك في كل ازمه حل، امشي عدل اللي يحتار عدوك فيك، ما تخطئش، كن مركز جدا، ما تخالفش تعليم قوانين، ما تجيش بقى افرض وادخل اقول انا فارد عضلات، لا مش هتنفعك عضلاتك دلوقتي، انت طاقتك ضعيفه. بعد كده مولود القوس، رائع جدا جدا يا قوس، اخيرا لله. اخيرا اخيرا يبقى هياخد مع الاسد، وهياخد مع الميزان، وهياخد مع الجوزاء، جوايز حلوه جدا جدا، مساعدات جالك على هيئه تعاطف ومساعدات من اللي حواليك، الناس هتحس بيك يا قوس، وهتحس بحالتك اللي كنت فيها الفتره اللي فاتت، فعندك ناس هتفتح لك ابواب مقفوله كتيره جدا، سواء كان في شغل، سواء في عقود جديده، امضاءات جديده، عندك عتبه جديده ممكن تدخلها، ممكن تكون عقد شغل جديد للي ما بيشتغلوش من مواليد القوس، ممكن تتخطى ازمه كنت دخلت فيها وحطيتك في ورطه معينه تلاقيها اتحلت لوحدها كده. فانت عندك حلول كبيره، انفراجات كبيره، صحه حلوه قوي قوي. طيب صحتك تعافي صحي، حلول وانفراجات وصحه رائعه للقوس. الجدي يا رب بقى، الجدي يقعد جنب السرطان والحمل. ليه؟ ما هو كل شهر كده عايزين نقعد جنب بعضينا كده. لا لا، الجدي في حد كان سالني جدي دلوقتي قلت له ما تتفرجش على الحلقه، الجدي هو كمان عنده مع الحمل مع السرطان، عندك استراحه محارب، بس في ايه؟ في تكتم إيه على اسرارك او في شكلك، في ناس بتحاربك، ف يعني بتشوه يعني محسود ولا عايزه اقول صورتك. يعني بتحاول تكره الناس فيك، بتحاول تقول عليك حاجات مش فيك اصلا، مش فيك، بيدعوا عليك حاجات، لان هو ده بيت الشكل والسمعه والسيره، يعني بتكتر الفضايح، التشكيك وما ليس فيك بيتقال عليك ده للجد.
انا عايزه اقول لك يعني دايما لما بقول ان الشهر متعاكس في بيت الفضايح تاني يوم بنلاقي حاجات كتيره قوي قوي قوي. اقربها لما كان الميزان متعاكس لو تفتكري يا سوير، تاني يوم لقينا شيرين كلام 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 كلام. فدايما البرج لام، ووقت بقوس كان متعاكس، مش فاكره محمد فؤاد ايه في المستشفى حصل ايه، بتسمعي فعلا بتلاقي. يعني انا في حاجه سمعتها ان الفنانه الجميله الهام شاهين جدي، والمعاكسه من 3 ايام تقريبا، في حاجه حصلت امبارح صح؟ في حريق في الفيلم بتاعها. انا ما كنتش فاكره ايه، بس وانا بقرا الخبر قلت دي جدي. فالجدي يا جماعه ياخد باله، هتلاقي حاجات زي حريق، يعني سيرتك متقاله، ده الموضوع ده بتاع كذا، اسمك بيتقال كتير وبيتقال في حاجات انت ما تحبيش انها يتقال فيها، زي حريق، زي مستشفى، زي. فلازم تعملي ايه؟ لازم تبقي حريصه جدا جدا في كل خطوه انت بتعمليها، تبقي مركزه جدا، وعلى قد ما تقدري تكتمي على مواضيعك، ما تناوليش حد يقول عليكي حاجه مش فيكي، وتبقي مستعده انك الرد مستعد يعني. فهو شهر يعتبر ثقيل شويه، بس في حاجه حلوه للجدي ممكن تبقى موجوده الشهر ده، ترشيحه المنصب او مركز، لان هو المنزل العاشر ده بتاع المنصب والمركز، يعني ممكن فجاه وانت قاعد كده يجي لك تليفون انت ترشحت تبقى مدير كذا. من حيث لا تدري. من حيث لا تدري، انت كنت مقدم في الشركه دي وتوافق عليك انت، فدي حلوه في هذا نفس المنزل اللي فيه محاولات لاحباطك. في بصيص من امل، دي من نور. الدلو رائع، ياخد مع الاسد. فاكره لما قلت لك في اول حلقه الدلو والاسد؟ الدلو رائع الشهر ده، حلو قوي قوي. فالدلو والجوزاء والاسد حلوين، الدلو عندك راحه من اللي انت كنت فيه، الدلو عندك سفر حلو، عندك فلوس زياده، عندك حاجه تخص حاجه تعليميه. طب يعني كويس، لان الدلو بعلوم كتير إيه تخص حاجه تعليميه، يعني ممكن يتخطى مرحله تعليميه، يحصل على حاجه تقديريه. ممكن مثلا لو انت في بتاخد كورس، عايز تقوي اللغه عندك ضعيفه، فعايز تاخد كورس تقوي اللغه، ممكن. طب لو هو بيدرس هياخد نشان لحاجه، يعني في حاجه تعليميه هيترقى فيها او هيتخطاها، يعني ماجستير، دكتوراه، عايز، اللي عايز يتعلم مهنه، اللي عايز يتعلم التمثيل، اللي عايز يتعلم الغنى، اللي عايز يتعلم حرفه معينه، بيت التعلم عندك حلو هتنجز فيه. عندك اموال بعمله غير عمله بلدك، يعني دينار، دولار، استرليني، يورو، يعني هتكتسب من عملة غير عملة بلدك الحقيقية أو الأصلية. عندك فرص سفر كبيرة جدا، وزواج وخطوبة وارتباط برضو حلوة جدا. ختام ومسك الحوت. كويس قوي الدلو، اوعى تقول ان الحوت كمان مش حلو. لا، الحوت اصلا كان مش حلو مع شمس العذراء. أيوة، اصلا كان بقاله شهر ونص مش حلو. انت بتخرج بقى من الأزمات، اللي هو منطقة الأمان، يعني منطقة الأمان، يعني انت ولا انت مع اللي زغرتنا لهم دلوقتي مع الميزان، ولا انت كنت في البلاعه اللي انت كنت فيها. فانت دلوقتي عارفه لو بتطلع بره الميه بتشم نفسك كده، فهو الحوت بيعمل كده، بيخرج من الغوطان اللي كان فيه. فانت في المنطقه الدافيه ما بين خروج من ازمات وداخل على الانفراجات مع العقرب، يعني انت هتاخد السرطان والعقرب من 23/10، فهيبقوا احلى ابراج. بس مش عايزين نحرق الحلقه اللي جايه، احلى ابراج في شهر اكتوبر، اخر اكتوبر، اللي هم السرطان والعقرب والحوت. انا دلوقتي الحوت بيفلفص يعني. طب انا لو سالتك سؤال سريع، معلش انا عارفه وقتنا بيخلص، بس ايه الابراج اللي بتبقى متميزه جدا مع الميزان، وايه الابراج اللي ما ينفعش تمشي مع الميزان سريعا؟ اللي بيحبهم الميزان الدلو، بيحب الجوزاء، بيحب الاسد، بيحب القوس. ما بيحبش الميزان، لا يتفق مع الحمل، لا يتفق مع الجدي. الميزان والحمل سيئين جدا جدا. لا مش الحمل، سوري مع الميزان مع الجدي. لا الحمل حلو مع الميزان. الميزان مع الجدي لا يلتقيان، لا يلتقيان. استني اقول لك، والميزان والعقرب، يعني ميزان وعقرب وميزان وجدي ما يتقابلوش. لكن مع الحمل كويس. طب الميزان مع بقيه بقى الابراج كويس؟ اكتر ناس منوره معاهم الدلو والجوزاء والاسد والقوس والحمل، الخمسه دول احسن كابل للميزان. الخمسه أحسن دول احسن. طيب. الباقي بقى من يا وسط يا نص، لكن نص. لا يتفق خالص ولا مع العقرب. الخمسه المحظوظين مع الميزان الحمل، الاسد القوس، الدلو، الجوزاء. دول افضل خمسه مع الميزان. والأسوأ اتنين الحمل والعقرب. لا مش الحمل، الجدي والعقرب. بقيتهم بقى ولا حلو ولا وحش، يعني السرطان مع الميزان اوقات يبقوا حلوين جدا جدا جدا، واوقات ما يبقوش طايقين بعض. يعني السرطان مع الميزان على حسب، ما لهمش قانون واحد. ليه؟ لان كواكبهم الحاكمه تتفق وهم لا يتفقوا، ف
فكواكبهم الحاكمه السرطان بيحكموا القمر والميزان بيحكموا فينوس. القمر وفينوس يحبوا بعض، لكن الميزان والسرطان توم اند جيري مع بعض، فلاجل عيون كواكبهم الحاكمه بتخلي ان في اوقات صفا حلوه بتبقى بينهم. اوكي استفدنا كتير، ميرسي هالة، ربنا يخليك، شكرا. طيب نبتدي بالميزان المحظوظين اللي احنا ان شاء الله شهر حلو لكل مواليد الميزان، في محمد شيحه اخويا. طيب والله يكون محمد يا شيحه، لا ليه ده انا اخته الكبير ده بيموت فيا حبيبي، كل سنه وانت طيب، والعمر والعمر العمر المديد ليك والنجاح الكبير ليك حبيب قلبي وحبيب قلب العيله كلها. كل سنه وانت طيب. محمد شيحه كفان وزملكاوي، فكل سنه وانت طيب. محمد الشاذلي جوزها زوجك، كل سنه وانت مش هتقولي له حاجه هنا، كل سنه وهو طيب وانت طيبه حبيبتي، دي ربنا يخليهولك. نونا كل سنه وانت طيبه، نونا حمدي. و شيرين الجبري كل سنه وانت طيبه يا شيرين. نهى السوراني كل سنه وانت طيبه. اميره الجنايني كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل الميزان طيبين، كل سنه وانتم طيبين. كل الاسامي لقيتها سوير عشان في ناس بتزعل ان هي سوير بتقول وانا ما بقولش، كل سنه وانتم طيبين والله والله، يعني يبقى شهر حلو عليكم. سوير نشكرك جدا يا هاله، ورغم ان انت احبطتي كل السرطان وكل الحمل وكل السرطان وحمل والعقرب والجدي والجدي، لكن بنشكرك جدا اسعدتينا ودايما بتنورينا، وعلى وعد بقى الاسبوع الجاي عشان عندنا كلام مهم جدا في قصه الخسوف والخسوف والحاجات دي، ودايما ايامكم كلها شروق وكلها حاجات حلوه. دمتم بخير، نشوفكم على خير. تحياتي إلى حضراتكم، بنحبكم دايما. افتكروا ان المكان الوحيد اللي اتمنى انكم تكونوا تستمتعوا بيه هو الستات على النهار. نشوفكم وحلقة جديدة.